دلوقتي يجي ميعادنا مع اهم الاخبار والاحداث اللي هتحصل النهارده. عندنا اخبار تخص بدء التقديم لطلاب الشهادات المعادله بالجامعات الخاصه والاهليه، كمان ايضا اخبار المعلمين اللي نجحوا في مسابقه ال 30,000 وظيفه. كمان المباراه المهمه بين مانشستر سيتي وريال مدريد في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال اوروبا، خلونا نشوف التقرير. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فوزارة التعليم العالي أعلنت موافقة مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية على فتح باب التقديم للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023-2024 بداية من اليوم، ويحق التقدم للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام الثانوية العامة في العام الماضي وفق الحدود الدنيا للتقدم لعام حصولهم على شهادة الثانوية العامة، على أن تقبل الجامعة أوراق الطلاب الحاصلين على الحد الأدنى للتقدم إلكترونياً من خلال مواقع الجامعات على الإنترنت. النهاردة هتبدأ وزارة التربية والتعليم تنفيذ التدريب الذهني والبدني للمعلمين الناجحين في مسابقة 30,000 معلم ولمدة 3 أيام بقاعات التدريب بالمديريات والإدارات التعليمية. وأكدت الوزارة أنه لا يعد المتدرب قد أتم البرنامج التدريبي إلا بعد اجتيازه للاختبارات المكملة اللي بتعقدها الجهة المعنية، وقالت كمان أن البرنامج التدريبي والإجراءات المتعلقة بالاختبارات هتكون مجانية ولن يتم دفع أي تكلفة مالية. النهاردة والعشاء الكرة الأوروبية موعدهم مع مباراة قوية في إطار لقاء ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا، هيلتقي فيها مانشستر سيتي مع ريال مدريد الساعة 10 بالليل.